السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة وسلامة دايما يا رب، وفي افضل حال دايما يا رب. عايزة اقول لكم والله ان انا جيت من شغلي على طول على المكتب علشان اصور الحلقة دي، يمكن وشي حتى يكون باين عليه. لما تنام وتبقى مطمن والدنيا تمام، وفجأة تصحى على خبر منشط كده مكتوب وتلاقي السوشيال ميديا كلها مقلوبة عليه، يبقى احنا في زمن اعوذ بالله، احنا في زمن اعوذ بالله. لما بقى عايزة اجري في طريقي علشان اجي الحق اصور الفيديو والحق اعرضه لسيادتكم عشان تلحقوا برضو انتوا كمان تقولوا لي رأيكم ايه وتقولوا الحل ايه، يبقى احنا في زمن اعوذ بالله. افتكر زمان كنت لسه صغيرة، كان نفسي قوي 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 اشتري كتكوت صغير، عايزة حبة كتاكيت، عايزة العب بيهم كطفلة. لكن احنا كانت شقتنا لسه اوضتين وصالة، ما كانش في مساحة اصلا ان احنا نجيب حاجة يعني، او نربي حاجة او هكذا. ابص الاقي مرة في التانية في زعلة، فبابايا ما هنش عليه زعلي، راح جاب لي كتكوت صغنن خالص كده، كان عمر يوم ولا اتنين اعتقد، مش فاكرة والله، لكن كتكوت صغير كده، وقال لي حافظي بقى عليه واكليه وشربيه وخدي بالك دي روح. وكان دايما يكلمني عنها كأنها حاجة مننا، تعلمي بقى مسؤولية ان دي روح، انت طلبتي حاجة تتربيها خلاص دي روح، خليكي مسؤولة عنها وخليكي قد مسؤوليتها مهما كان عمرك، خليكي دايما قد المسؤولية. ويمكن دي نقطة من النقاط الكتير اللي بابا رباني عليها، ربنا يخليه يعني يديله الصحة. مرة في التانية كنا نيجي نقعد ناكل، احط له حبة رز يقعد ينقنق فيهم، احط له حبة مش عارف ايه يقعد ينقنق فيهم، حب خيار، اي حاجة من اكلنا يعني، ولا كنت شايلة هم علف ولا كنت شايلة هم حاجة. وكان كتكوت ابيض حتى، مش بلدي ان هو يتحمل، لا ده كان كتكوت عادي من اللي كانوا بيبيعوا في الشارع واتنين جنيه وبتاع والحاجات دي، ده كان ملون باين ساعتها. لكن انا زي ما هو وصاني وزي ما هو كان بيربيني ويعلمني، اطلعي مسؤولة عن الحاجة دي، اطلعي مسؤولة عن الورقة دي، اوعي تضيعي، اطلعي مسؤولة عن الروح دي، اوعي تهملي فيها. فكنت دايما محافظة جدا على الكتكوت ده، لحد ما يشاء القدر ان الكتكوت ده مات من غير سبب، ولكن هو مات. فانا حزنت جدا وزعلت جدا لدرجة اني كنت بدور على مكان ادفن فيه الكتكوت، عايزه ادفنه زيه زي البني ادمين، مش عايزه اسيبه كده في الشارع كده ولا ارميه في زباله ولا كل الكلام الفاضي ده، لا لا لا، ده انا نزلت تحت بيتنا حفرت وحطيت الكتكوت ورجعت ردمت. وفضلت يومين زعلانه بعيط، وفضل بابا يومين محملني مسؤوليه ان الروح اللي راحت دي كانت بسببك. طب لما النهارده ننام ونفتح عينينا نلاقي مزرعه كبيره فيها آلاف أرواح، فيها مليون روح، فيها أرواح كتيرة وهم بيعدموهم، مزرعة بتعدمهم عشان العلف غالي، أصل طن العلف بقى كذا وطن مش عارفين بقى كذا، ليه اعدمهم؟ ليه اضيع روح؟ ليه بلاش؟ ما فيش نظره كتكوت كده ولا يعني، ما صعبش عليك روح بتطلع وهي مش قادره تقول اي او تقول كفايه او تقول ارحمني او تقول، ما بينتهوش الكتاكيت دي، ما صعبتش عليكم الروح اللي طلعت دي؟ ما صعبتش عليكم جسمكم ما تهزش وانتوا بتعدموا كتاكيت؟ انتوا ازاي وصلتوا للمرحلة دي؟ لا بجد، او انتوا احنا ازاي وصلنا كلنا للمرحلة دي؟ علف ايه اللي غالي ده؟ انت كنت طلعتهم بعتهم برخص التراب ولا كنت عدمتهم؟ ده انت لو كان الكتكوت هيقف عليك بعشرة جنيه بالعلف بكله وهتكسب فوقه جنيه كمان ولا اتنين جنيه، وجيت انت قلت لا انا هبيعه بخمسة جنيه،
كان احسن مليون مرة من اللي انت عملته. انتوا متخيلين انه هو عمل كده وصور الفيديو عشان تقوم ثورة ضد الغلاء وزيادة الاسعار ويبقى ما فيش فراخ بقى وما فيش كتاكيت وما فيش مش عارف ايه، وطالما انتوا بتغلوا طب اهو. انا مش مع الغلاء، انا مش مع الغلاء، انا معك روحك انت وانسانيتك انت انت فين؟ ده احنا لما بنجيب كتكوت ويجي ابني ولا بنتي ولا اي حد ويمسك الكتكوت كده من رقبته بتبقى روحنا هتطلع نقول لا 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 سيبه سيبه سيبه، بنبقى عاملين كده على كتكوت. وانتوا الاف الكتاكيت بتاخدوا وترموا وتعبوا وتعدموا، ضميركم راح فين؟ ضميركم راح فين؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم بحق كل روح راحت. شوفوا انتوا قتلتوا كام روح وعدمتوا كام روح، ربنا يردهولكم اضعاف اضعاف في كل روح. اول مرة ابدا الفيديو معرفش نفسي فيه، اول مرة ابدا الفيديو وادخل في الموضوع على طول. مفيش كلام ممكن اقوله. كانت معاكم المستشارة القانونية امينة سيد، وان شاء الله على لقاء اخر وفيديو جديد باذن الله. شكرا، سلام عليكم.